احضر سلة، ضع فيها 4 تسعات، ضع صحفا منحلة، ضع مذياعا، ضع بوقا، ضع طبلة، ضع شمعا أحمر، ضع حبلا، ضع سكينا، ضع قفلا وتذكر قفلة، ضع كلبا يعقر بالجملة يسبق ظلة، يلمح حتى اللا أشياء ويسمع ضحك النملة. اخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة، ثم اسحب كرسيا واقعد، فلقد صارت عندك دولة. يا سيد عبد الوهاب، تعال تعال فك المايك. ليش تشوش على زميلك؟ زي بدايتها. تعال خليه يتكلم، زميلك عند المايك، خليه يتكلم. نعم خليه يتكلم، خليه يتكلم، خليه يتكلم، لما يجي دوره يتكلم. انت تفضل يا سيد مصباح، كمل يا مصباح، ارجوك يا عبد الوهاب، ارجوك يا عبد الوهاب. احنا تعرف نص ساعة عندي لأن بند الميزانية وفق اللائحة 117، نتكلم نص ساعة من حقي وفق اللائحة، ماليش تركيني. يا راجل خليني اتكلم، كان قطعتني ما تكلمت. يا راجل تعال المايك، فك المايك يا راجل، تجمز يا راجل. مصباح مصباح، كم ازل عن كفرك؟ لحظة، سيد عبد الوهاب، سيد عبد الوهاب، عبد الوهاب زولاء، يا جامعز، يا عبد الوهاب اسمع لي، تسكت، لا تقاطع الناس، اسمع لي تسكت، لا يا عمز، نعطيك نقطة نظام، خليه يكمل، مرتزق، خليه يكمل، خليه يكمل، تفضل يا مصباح كمل. مصباح، نعم نعم، تفضل كمل. نعم. يا مصباح كمل. يا عبد الوهاب المبايك قاعد بين يدك، انا كرهت تعريفك. ايوه بالكلام هذا، ما عندكش بها علاقة، ما عندكش بها علاقة. مصباح اجلس يا مصباح، امشي جمع جديد. محمد محمد اجلس يا محمد، محمد مصباح، محمد محمد جديد اجلس يا جديد، جديد اجلس. السيد بيبة، وشفت الوزارة اليوم الآن، أنا الآن أمام حرج مع أنا يعني مع قاعدتي الأسوال الاجتماعية ولا غيرها. بالأمس كنت أنتم مسمي وزارة الثروة الحيوانية، بالأمس تكلمت عن الثروة الحيوانية وقلت أن برق أخذت الثروة الحيوانية وأخذت الزراعة. تفاجأت اليوم بعدم وجود وزارة الثروة الحيوانية، لكي لا أوصف أمام أهلي وأبناء عمومتي أن وزارة الثروة الحيوانية أزيلت بسبب كلام إبراهيم الدرسي عليها. أتمنى منك أن توضح سيد عبد الحميد لماذا سحبته هذه الوزارة، وهل هو ردة فعل على كلماتي بالأمس؟ لأن هذه أصبحت حرج بيني وبين قاعدتي، يعني من قبيلتي ندرسها هكذا، يعني باش نقعد واضح، واللي فيها ابن عمي، فيتهم الآن أن إبراهيم هو كان سبب في أن هذه الوزارة سحبت من السيد توفيق سعيد مفتاح، سحبت من هذه الوزارة ولا وسحبت الوزارة بالكامل هي سيد عبد الحميد. أنا أمام ناسنا وناسنا، لا يعني أبرئ ذمتي من هذه واضح. لا نتحدث عن أشخاص فقط، نحن نتحدث عن سياسة عامة لمجلس النواب هي التي أضرت بالدولة الليبية وأضرت بالمواطن الليبي. إلى الآن مجلس النواب صرف أكثر من 800 مليون، سواء كان قائد أعلى أو مجلس نواب بين أعضائه، في سفريات وفي بدل مبيت وفي مرتبات ومكافآت عالية ومجزية، والمواطن الليبي يبحث عن دواء. قوم الصنيع صرفت 3 مليار، صرفت على النواب 3 مليار، واحد جايب شركة، واحد جايب مشروع خاص، واحد جايب واحد جايب واحد واحد جايب طريق المطرح. طيب أستاذ علاء، شفنا بعض العمارات وبعض المباني التجارية الجديدة، عندما تسأل عن هذا المبنى لمن، يقول لك عضو مجلس النواب فلاني، هذه العمارة لمن، عضو مجلس النواب الفلاني. نحن نتحدث عن مأساة شعب يا أخي،
الشعب الآن يقهر، الشعب الآن يعذب، المرضى الآن يموتون لأجل فقط عدم حصول على الدواء. نحن عدي بعد شارع التقدوسة، شارع التقدوسة كلها للنواب، عمارات اللي في شارع التقدوسة. طيب فقط للنواب حديقة عامة. هذا نتمكن من سماعكما بصورة جيدة فقط ضعيفة. نفس المعروف عيش العلمي ما عنديش إلا شقة في بعض، ما عندكش تكذب علي. بس ما قلتلكش أنت معاك زملاء لك اللي داير مصر واللي داير عمارة وشارع التقدوسة. ما عندي حاجة العمارة. لكن عندي بقى شارع التقدوسة العمارة هذه من؟ النائب فلان. المصنع هذا من؟ النائب فلان. انت ربما يا عيسى ما عندكش، لكن ما تدفعش على مجلس النواب. يا اخويا عيسى، يا اخويا عيسى بالله خل نقعد صرحاء مع بعضنا الان، خل نقعد صرحاء امام الشعب الليبي. يا اخي انتم من افشلتوا حكومه الثنيه، انتم من افشلتوا حكومه الثنيه، انتم من تدخلتوا جبتوا اقاربكم عينتوهم في الهيئات، انتم من جبتوا اقاربكم عينتوهم في المصالح، انتم من جبتوا وكلاء وزراء، انتم من دخلتوا على الشركات، انتم من هذا كله يتحمل مسؤوليته امام مجلس النواب. حكومه الان، حكومه الان بدون وزراء. السيد رئيس الحكومه معه 5 اعضاء فقط، 13 وزير غير موجودين. هذا يتحمل مسؤوليته من؟ انا ما سرقتك يا عيسى، قلت لك انت. نحن الان بدل ما كنا نبي نحارب الارهاب وكنا كلنا في مدينه بنغازي دعم للكرامه وعندنا راي سياسي موحد، الان المدينه منقسمه على نفسها بسبب هذه الاهواء الشخصيه. وبعدين انا ما قلت عيسى العريبي سرق ولا عيسى العريبي خذاه، لكن عندي بقى شارع التقدوسة العمارة هذه من؟ النائب فلان. المصنع هذا من؟ النائب فلان. انت ربما يا عيسى ما عندكش، لكن ما تدفعش على مجلس النواب. انت يا عيسى طلقت حمامات السلام في غات ولا في قدامس وجبتوا لنا المجلس الرئاسي، انتوا اللي جبتوا اعضاء مجلس النواب وانتوا اللي دعمتوه وانتوا اللي حطيت المادة 8. ما قلتلكش عيسى العريبي في شخصك، لكن انتوا مجتمعين يا اخي، انتوا تقدروا مجموعة الكتلة اللي تسمى الان السيادة الوطنية، عددكم 40 كنتوا ترفضوا، ليش من الاول دخلتونا في هالحوار وفي هالمعمعة سنتين وفي هالحرب وبعدين ارتضيتوا ووقعتوا لان كل واحد خذا نصيبه من الكعكه والشعب الليبي ضربته باراده عرض الحائط. هذا الكلام اللي نحن موضوعنا عام، ما تطرقنا لا الاخ عيسى في شخصه ولا تحدثنا عليه هو بشخصه. انا نتحدث عن 150 عضو مجلس نواب. طيب. واحد من اعضاء مجلس النواب عدى عضو لجنه حوار وطلعنا بهالمخرج ووافق مع اللي يبوه وعينوه سفير في الاتحاد الافريقي. واحد اخر وزير خارجيه قالوا له انسحب تو نحطوك سفير في المانيا، انا وقاعد في المانيا يرجم القرار نتاعها. واحد اخر انسحب وعدى بيقعد ملحق ثقافي ولا ملحق صحي في يا اخي. في بعض النواب ما زالوا متمسكين بشرف العمل بتاعهم، لكن 60% نقدر نقول حتى 70% من اعضاء مجلس النواب ينهزوا عليه مصالح خاصه. هذا اللي نحن نتحدث عنه. من اوقعنا في هذه الديمومه هم اعضاء مجلس النواب. من خرب حكومه الثنيه هي اعضاء مجلس النواب. من دمر نتائج حوار الصخيرات مع ما اللي وافق على المادة 8 وما اللي حط المسودة وما اللي وافق عليها كل أعضاء مجلس نواب، ما اللي رشح الثلاثة أعضاء مجلس نواب وتجي تو تقول لي